ربكما تكذبان. إنه الشيخ القريطي، صوت خالد لوجه لا يعرفه اليمنيون. بدأت قصة حياة صاحب هذا الصوت بحادثة مؤلمة. فعندما كان لا يزال جنينا في بطن والدته، سافر والده الحاج حسين القريطي لأداء فريضة الحج سنة 1922، وفي الطريق استشهد ضمن من استشهدوا في حادثة تنومة الشهيرة جنوب المملكة العربية السعودية، والذين بلغ عددهم أكثر من 3000 شهيد. تلك الحادثة الغامضة والشنيعة والتي اكتفت بالتعريف عن نفسها تاريخيا باسم جريمة تنومة. إنه الشيخ الحافظ محمد حسين القريطي من أسرة صنعانية فاضلة، ولد يتيم الأب وعاش وكبر والتحق بحلق الدروس في الجامع الكبير بصنعاء، وتخرج فيها على يد شيخه العلامة حسين بن مبارك الغيثي شيخ شيوخ القراء في عصره. ليتردد بعدها القريطي كثيرا على مكة المكرمة في مواسم الحج، واشتهر فيها إذ كان يجتمع إليه بعض الحجاج من مختلف البلدان لسماع تلاوته المميزة. كانت المرة الأولى التي استمع فيها اليمنيون لصوت الشيخ القريطي سنة 1947 عبر أثير إذاعة صنعاء التي كانت حديثة التأسيس حينها، ليصبح مجرئها الأول، واستمر على ذلك حتى توفي سنة 1962 عقب اندلاع ثورة 26 من سبتمبر. ارتبط صوت المجرئ القريطي بشهر رمضان المبارك في اليمن، فمنذ اليوم الأول لشهر الرحمة والمغفرة يصدح صوت المرحوم القريطي الشجي في أنحاء واسعة من اليمن في لحظات ما قبل الإفطار عبر مكبرات الصوت للمساجد وعبر أثير الإذاعة والتلفزيون الحكوميين. ورغم وجود المئات من حفاظ القرآن، إلا أن القريطي ظل يتمتع بمكانة خاصة لدى جمهور واسع من اليمنيين، وخصوصا كبار السن الذين ألفوا صوته منذ عقود. رحمه الله رحمة واسعة. فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أضمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.